السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول هل جودة النموذج ليها علاقة أو تأثير على جودة المشروع؟ يعني المشروع بتفاصيل قليلة، هل ده هيؤدي لجودة أقل ولا هيكون في طرق تانية لتعويض جودة النموذج؟ طيب هل جودة النموذج لها تأثير على جودة المشروع؟ أكيد طبعا، يعني دي المعلومات اللي المقاول هشتغل على أساسها. فلو أنا عندي المعلومة غلط أكيد الشغل هيقف. يعني مثلا ممكن يكون المكنة أبعادها مش مظبوطة، تمام، المكنة معمولة مثلا متر في متر، وبعد كده جت لأنها 3 متر ونص في متر 20، فأكيد ضربت الشغل كله وضربت الكوردينيشن. لو في معلومة ناقصة، أنا مثلا بفتح الموديل بلاقي هو حاطط حيطة جينيريك موديل مش حاطط أي تفصيل بتاعتها، فأنا مش عارف الدهان هيبقى شكله إيه ولا لون إيه ولا حاجة خالص، فهضطر أوقف وأبعت RFI وأنتظر الرد. فكل ما يكون النموذج فيه المعلومات اللي أنا محتاجها ده هيوفر عليا وقت وده هيسهل عليا الشغل. لو الكوردينيشن مش معمول مظبوط فكده مش هيبقى بينا، كل شويه هلاقي كلاش واقعد احله ووقف شغل لحد ما الموضوع ده يتحل. وده كتير جدا بالذات في الشركات الهنديه بتعمل الموضوع ده، بتديك الموديل وتاخد الفلوس وتمشي، وبعد كده تتفاجأ بانها عامله مصايب موجوده، لان هي بتجيب ناس ما يعرفوش اي حاجه خالص عن المجال وتقعدهم شويه كده في كورس ده شرط. المهم يعني فعلا الجوده بتاعت الموديل بتخليك ما تعرفش تاخد القرار، ما تعرفش ايه الصح في المشروع دوت. هل نقعد نبعت RFI ونوقف شغل وكأن احنا مش شغالين بيم؟ وده اللي بيحصل، لان البيم هو دوره ان هو يقلل الجهاله. يعني ايه يقلل الجهاله؟ يعني عندي نقص في المعلومات بالاساليب العاديه، بيجي لي اللوحه مثلا 2D فانا مش قادر افهمها، فلو انا عندي الموديل بروح شايفها 3D افهم هو عايز ايه، اعمل سيلكت على حاجه، هو في سنتر موديل موجود اقدر ادخل اخد كل المعلومات اللي انا محتاجها، ما تبقاش في لوح موجوده ابعتها لده ولا ابعتها لده ولا ابعتها للناس كلهم، فالناس لو لوح كتيره او ايميلات كتيره مش قادرين يفهموا ايه اللي مهم بالنسبه لهم وايه اللي مش مهم، فيضيع له 3 4 ساعات كل يوم لحد ما يشوف الرساله المهمه اللي المفروض ان هو يشتغل عليها. فاحنا بالنسبه لنا موضوع البيم لو هو معمول موديل كويس هيعمل لي الشغل كويس وهيوفر وقت، الهدر اللي كان بيحصل في الوقت وفي الماتيريال هيختفي ان شاء الله، مش هيبقى فيه الهدر اللي موجود دلوقتي.